نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على حساب سموه على الإنستغرام صورا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع سموه أثناء ممارسة ركوب الدراجات الهوائية. وكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعليقا على الصور: التمرين كان مع داعم الرياضة الأول. وقبل نشر الصور بساعات نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مقطعا مصورا على حساب سموه يشارك فيه المتابعين بظهوره باللباس الخاص لفريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية. وقال سموه: الجميع يعلم أن هذا اللباس هو اللباس الخاص بالدراجات، ولكن أريدكم أن تتوقعوا مع من سيكون التمرين. وحظيت الصور بانتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن نشرها سموه على حسابه الشخصي.